السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم أحبابنا الكرام، طبتم وطاب ممشاكم، وجعلني الله وإياكم والمسلمين جميعا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. شكرا على تفاعلاتكم، شكرا على تعليقاتكم. إن شاء الله سبحانه وتعالى نستطيع أو نوفق للإجابة على كل الأسئلة بفضل الله عز وجل وكرمه وعلمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحباب الكرام، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يخرجنا من هذه الأزمة، إنها أزمة عالم، أزمة كبيرة، والله هو الذي إن شاء الله سوف يرحمنا وسوف يخرجنا منها، وذلك بالدعاء أيها الأحباب الكرام. والآن مع أسئلتكم واستفساراتكم أيها الأحباب الكرام، للإجابة على أسئلتكم أو لوضع أسئلتكم يمكنكم تركها تحت الفيديو في التعليقات إن شاء الله، أو مراسلتنا يعني عبر الرقم الذي يظهر تحت الفيديو عبر الواتساب للاستفسار أيها الأحباب الكرام. وجميع الأسئلة تتم الإجابة عنها في كل حلقة قادمة إن شاء الله. والسؤال الأول أيها الأحباب الكرام للأخت سعيدة، تقول: جزاك الله خيرا، بالنسبة للنساء هل يصلون الصلوات الجهرية جهرا مثل الرجال، نعم أم لا؟ السؤال كذلك يعني سهل في الإجابة يا الأحباب الكرام. المرأة كذلك لها أن تجهر بالقراءة في الصلاة، وهذا دأب الصالحين، وكذلك فعل الذين من قبلنا أو الذين جاءوا أو كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تمنع المرأة من الجهر بالصلاة إذا كان هناك رجل أجنبي في البيت. إذا كانت المرأة وحدها مع زوجها وأولادها في البيت فتجهر بالصلاة بالقراءة في الصلاة أو في الصلوات الجهرية كالصبح والمغرب والعشاء. لكن هذه المرأة إذا كان في البيت ضيف يعني من الأجانب، يعني ابن عمها أو ابن خالها أو ما إلى ذلك، فلا تجهر بالصلاة وإنما تقرأ، يعني تسمع نفسها فقط خوفا من يعني أو رفعا للحرج، لأن الله عز وجل وصى المرأة بألا تخضع بالقول، وصوت المرأة قد يعني يؤثر على الرجل وخصوصا في الكلام، والخضوع بالقول هو تزيين الكلام والتبعل فيه وما إلى ذلك. لأن كذلك يا أحباب الكرام قلنا يعني لا تجهروا بالصوت إذا كان هناك أجنبي في البيت، لكن إذا كانت مع زوجها وأولادها فلا حرج عليها أن تجهر بذلك يا أحباب الكرام. السؤال الثاني، الأخ علي من المغرب يقول: السلام عليك يا أخي، إذا نام شخص ولم يصلي إلا بعد استيقاظه من النوم ويقول على الساعة 9 صباحا مثلا، ويقصد بذلك صلاة الصبح، هل يصلي 4 ركعات يعني السنة أو ركعتي الفجر ثم يصلي بعدهما الفريضة، أو ركعتين فقط؟ أيها الأحباب الكرام، المعلوم أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الذي يصلي الصلاة الصبح حتى 9 يعني حتى تطلع الشمس وحتى يستيقظ يعني بخاطره، فهذا يدخل في قوله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويقصد بهؤلاء أولئك الناس الذين يعني يتهاونون في الصلاة، ولا يقصد بها الذين لا يصلون.
كذلك أيها الأحباب الكرام، الصلاة لها أوقات محددة، لكل صلاة وقت محدد، فوجب على كل إنسان أن يصلي الصلاة في وقتها. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا فيما يخص توقيت الصلاة. يقول الحبيب هذا في من هذا القول الذي نتكلم عنه أو نتكلم عنه الذي ينزل فيه يصدق فيه قول الله عز وجل فويل للمصلين، هذا خاص بالنائم المتعمد الذي تعمد النوم ولم يحقق منبهه أو لم يعمل يعني الأسباب لكي يقوم للصلاة. أما بالنسبة لمن قام بالأسباب ويعني حقق الساعة وجعل المنبه على ساعة الإيقاظ وكذا لكن غلبه النوم، فهذا يعني لا حرج عليه والصلاة يعني تسقط كذلك عن النائم حتى يستيقظ. نقول هناك من فعل هذا الأمر متعمدا فهو آثم ويدخل في قول عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن الصلاة مساهون. لكن الذي يعني غلبه النوم، غلبه بمعنى فعل جميع الأمور لكي لا يغلبه النوم لكن غلبه النوم، هذا أيها الأحباب الكرام يصلي ركعتي الفجر أولا ثم يتبعهما بفريضة الفجر، يعني السنة ركعتين ثم الفريضة. والسنة كما سألت أحد الأخوات السنة لا تصلى جهرا بل تصلى يعني سرا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم غلبهم النوم في سفر فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس كما في صحيح البخاري ومسلم، فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا صلاة الفجر. هذا فيما يخص سؤال أخي وحبيبي علي من المغرب. السؤال الثالث أيها الأحباب الكرام، أريد والأول السؤال من عندي الأخ عز الدين المقدمي، ربما لم أعرف قراءة الاسم كما هو أعتذر. يقول أخي عز الدين جزاك الله خيرا أخي حسن، أريد أن أسألك عن جمع الصلاة في وقت محدد. أحباب الكرام هذا السؤال يجب أن ننتبه إليه جيدا لأنه صعب وخطير. أريد أن أسألك عن جمع الصلاة في وقت محدد، وركزوا على جمع الصلاة في وقت محدد. يقول أخ عز الدين غالبا أكون في العمل لا أستطيع أن أصلي صلاتي في وقتها. يعني غالبا الأخ عز الدين وهذا يحصل لكثير من الناس يكون في العمل ولا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها، بمعنى أن السي عز الدين عنده مانع كما يقول الذي يمنعه من الصلاة في وقتها فيجمع صلاة في وقتها كما يقول لا يستطيع أن يصلي صلاتي العصر والظهر في وقتهما حتى يصل إلى البيت فيصليهم مجموعين. يعني يسأل أخي عز الدين هل يجوز الجمع بين صلاة الظهر والعصر وهو في العمل؟ نقول لك أخي الكريم يجوز الجمع في هذه الحالات فقط. الحالة الأولى في السفر، السفر إذا كان الإنسان مسافرا أو أراد أن يسافر أو نوى يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، وهذه أمور كلها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الأحباب الكرام إن كان الإنسان مريضا أو في حالة مطر وشق عليه الخروج إلى المسجد فيصلي على حسب الطاقة أو حسب طاقته. لكن في حالة الأخ عز الدين فأخي الحبيب وعزيزي
لا يجوز لك أن تجمع الصلاة بمانع العمل. أنا أظن أن في زمننا هذا ما زال الخير في الناس، يعني الشركات ومكان الوظيفة وإلى آخره، فيجعلون وقتا للصلاة أو مكان للصلاة. أيها الأحباب الكرام، أخي العزيز سي عز الدين، لا يجوز لك أن تجمع جمع تقديم ولا جمع تأخير، لأنك لست لا مسافرا ولا مريضا ولا يعني تخاف من الخروج إلى المسجد، إنما أنت في العمل، العمل وحده، والصلاة واجبة عليك في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن أخي عز الدين، لا يجوز الجمع بين صلاة العصر أو والظهر إذا كنت في العمل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سؤال الأخت نادية ماروكان تقول: هل ركعات سنة الفجر تصلى جهرا أم سرا؟ النوافل تصلى سرا أختنا الكريمة. سؤال آخر أيها الأحباب الكرام من عندي الأخت مينا الغريب، تقول: هل أقول، لأن هذا خطأ يجب أن ينتبه إليه الكثير من الناس، كنا نقع فيه يعني قبل زمن، لكن الحمد لله الإنسان عندما يبحث ويفعل ويسأل يعني يجد الحقيقة. مسألة المسح على الرأس، يقول من فرائد الوضوء المسح على الرأس، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. ها، المسح على الرأس. ثم من قال الناظم ابن عاشر رحمة الله عليه في السنن أو في من فضائل من سنن الوضوء: سننه ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين. هذه السنن. أما من الفضائل أيها الأحباب الكرام، ورد ومسح الرأس من مقدمه، ورد مسح الرأس من مقدمه تخليله أصابعا بقدمه. تقول أختنا مينا الغريب: هل عندما بالدرجة واش من نقول ندوز على رأسي بحال هكا ونرجع نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ بالنسبة لإخوتنا الذين لا يفهمون الدرجة، تسأل أختنا: هل يسن لمن يمسح على رأسي أن يقول عند المسح أشهد أن لا إله إلا الله وعند الرد وأن محمد رسول الله؟ الجواب أيها الأحباب الكرام: هذا ليس من السنة ولا يجوز، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل تمسح فقط هكذا ثم ترد مسح الرأس وتمسح أذنيك، وفي الأخير تقول أشهد، في آخر الوضوء عند الانتهاء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أحبابنا الكرام، هذا فيما يخص أسئلة اليوم. لأسئلتكم واستفساراتكم ضعوا التعليقات تحت هذا الفيديو، وإن شاء الله نجيب عنها غدا إن شاء الله. هذا البرنامج هو خاص فقط بالأسئلة الخاصة بالمسلم في يومه، في كل يوم، في صلاته، في صيامه، في زكاته، في كل الأمور إن شاء الله نحاول نجتهد ونجيب عن هذه الأسئلة بفضل الله عز وجل وحوله وقوته. كان معكم أخوكم حسن الفاضلي، أسأل الله عز وجل أن يرحمني وإياكم وأن يلطف بنا جميعا في ظل هذه الأزمة. حبذا لو أن الإنسان يعود إلى ربه في ظل هذه الهلكة الذي هو زمن الهلكة وهو زمن الوباء. الإنسان يحاول يعرف دينه ويعرف ماله وما عليه، لأن الله عز وجل يعبد بالعلم ولا يعبد
بالجهل، لأن الله عز وجل قال لمحمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، باب العلم قبل العلم قبل العمل. أستغفر الله لي ولكم جميعا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وصلوات ربي وسلامه على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وإلى حلقة أخرى إجابة على أسئلتكم أيها الأحباب الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.